صباح الخير مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم. اليوم بلشين مع باسكال بي دو ات يور سيلف. بونجور باسكال. بونجور. صباح اليوم في اشياء حلوه، مرطبين، ملونه، إيه شو عم نعمل؟ اليوم لانه نحن بلشنا بالصيف، وخصوصا اليوم طقس صيف بامتياز، سو حبيت نبلش بافكار هيك خارج الصيفيه. اليوم الفكره اللي بدنا نعملها شيء بيقدر يتعلق على الحيط، فيكون على البالكون، تراس، او حتى بقلب البيت بالمطبخ، هيك لندخل خضار من خلاله على البيت. اوكي. اللي رح نعوزهم هو هيك خشب، شو ما كان النوعيه بنقدر نستعملها، يكونوا مهم اهم شيء يكون قياسهم كاري. أوكي. والقياس اللي بدنا اياه اكيد. وبدنا تقريبا 4، وبدنا مرتبين ازاز، فيهم يكونوا ملونين، فيهم يكونوا ساده مثل ما اللي موجود عندكم. ورح نعوز تقريبا يعني لقطات جلد، فيكون مثلا اذا عندنا شي سنتور قديم ما بقى بدنا اياه، فينا نقصقصهم نستعملهم. انا هول جبت تبع البويا، مسكه البويا حلو. مثلا بلاستيك. الشيء المهم تكون قاسيه لتحمل المرتبين، لانه هي بدها تصير هيك تقريبا. هيدا الافي. وبدنا نحط ورد بقلبها، وبدنا نلزق هول على الحيط بطريقه كومبوزيسيون مهضومه. اوكي. رح نبلش سوا. اول شيء انا حبيت فرجي انه غير ما انه فينا نعطيه تلوينه الجوزه للخشب مثل ما هون لونتها، فينا كمان نلونهم الوان هيك حلوه فرحه صيفيه مثل الاخضر، مثل اوكي. شو بنستعمل نوع البنتور؟ بنتور اكريليك. اكريليك على الضوء يعني، على الخشب. ايه ايه. لانه بدنا شيء ينشف بسرعه، ومش يعني هو الفرق بين الويل والاو انه شيء بسيط يعني، والاحسن ما بيطلع ريحه. اوكي. سو بنقدر نستعملهم. رح بلش انا لون اول خشبه، بدنا نجيب الفرشايه. فوالا. هلا انا فيني يا قرر انه غمقها، يا اما فيني ارجع بالايبونج امسحها لحتى تطلع ما كثير تكون قوي لون يعني. سو هيدا اكيد بيرجع لكل شخص هو شو بحب، شو البريفيرنس تبعه. هو اللي حلوين يكونوا كذا وحده مش هيك؟ مزبوط. مشان هيك انا قلت انه بنستعمل تقريبا 4. اوكي. هيك لا يطلعوا هيك يبينوا مهضومين على الحيط لما ينحطوا. فوالا. رح ارجع مرق الايبونج. هيدا بنعوز نرجع نحط فوقه مثل بروتكشن او لاكر او لا؟ فينا نحط لحتى بصير يعطي، بصير يعطي افي لمعيه؟ لا، نحن بنقدر نختاره يا اما سمي مات او مات، او يكون بلمع جلوسي. سو هيدا بيرجع لنا انه نحن شو حابين يعني. اذا حبينا انه نعطيه الافي الجلوسي بيطلع. أوكي. يكون الفيرني جلوسي. هيدي اول وحده لونتها لون اصفر. هلا تاني وحدة رح لونها لون الاخضر، وكل وحدة رح تحطي لها المرطبين نفس اللون؟ لا انا بحب رح تشكليهم. ايه احلى يعني، هيك بيعطي بيعطي كونتراست الالوان، بيعطي احلى. لانه اذا حطيت اللون على اللون يمكن ما بيعود يبين، اذا بتشوفي حتى الاخضر ايه بيمحي المرطبين، ما بيعود مبين. سو نحن نخليه يكون ظاهر اكثر. اذا فينا نحط له الاحمر يمكن او الاخضر، هو على طول الكومبلمنتري كلر تبع الاصفر على الكلر ويل هو الاخضر اللي بوش الاصفر. مهضومين هول المرطبين على فكرة. أنا بدي أشكر البيعشبي لأنه من عندهم جبت كل المرطبين، الألوان، كل الغراض اللي عندهم. حلو هالأخضر. إيه. فيرغازون هيك كثير صيفيه فريش. وانا ما عم كثير يعني، ما عبالي انه يكون كثير يعني يبين بويا. ايه. انه لا، نحن عم بدنا يبين ترانسبيرنسي تبع العروق تحت اللون.
جاب مرق الايفونج حلو انه هيدي دغري فينا نعلقها و ايه دغري يعني ما في لزوم ننطر لا دغري بس هلا اللي بدي اقوله نحن لانه رح نستعمل السيليكون نعم السيليكون بده تقريبا شي ساعتين ثلاثه لينشف ليلزق مزبوط فلحتى هلا رح نشوف التكنيك انه بدنا نضطر نستعمل الماسكينج تيب معه لنلزقها بالقليله لتنشف مزبوط ساعتها بشيل الماسكينج تيب لحتى ما ترجع تقشط اوكي هلا بدك نرجع هيدي نلونها نعطيها لون او فينا نخليها على لونها نتركها اوكي فينا هيك بنشوف كذا اكزامبل اوكي هلا بالنسبه لتعليق المرتبين رح ننقص الاخضر للاصفر اوكي اتركها على جنب شوي رح نعوز الكبيسة اللي بنستعملها عادة للتنجيد أوكي. لنجيد القماش على الفرش ليش؟ لأنه أنا بدي ألقط هيدي الجلدة بدي أخذ القياس وهي ثبتها على الخشبة أوكي أوكي سو اللي بده أعمله أول شيء أنه بدي أخذ قدي الطور تبعه للمرتبين وبدي أشد إيدي مزبوط لحتى تلقطه مزبوط نحن ميلت فوق او من هون او تحت لا ما بيهمني انا المهم انه اخذ هي القياس ساعتها بتقشط فيها مزبوط وبعلم بالقلم رصاص وين تقريبا اوكي بنسكر هون برجع بجيب المكبس بدي حتى تقريبا على طرف الطاولة لأستحكم كبسة انت بدك تسكريها اوكي يعني بسكرها إلى برجع هي بلزقها على الخشبة وبفوت فوت المرتبين بقلبها اورايت ونحن كيف رح نثبتها على الخشبة؟ كمان بالمكبس كمان بالمكبس اوكي هلا نحن عندنا اوبسيون تانية بالجلو مثل هاي التلزيق يعني السيليكون بس بده وقت كتير لحتى ينشف ما بنقدر نفرجي الريزولتا فينال بدك تساعديني ايه بس لانه عم تزحط ايه لحظة هون هي ايه كانت هيك يا قوصنا عم بتزحط على هيدي عم تزحط وهيدي عم تزحط خايفة تطلع واسعة بعدين هي لا بدنا نشدها مزبوط لا بدك أي وقت عندك اوكي بعد وحدة بعد شدتين نعمل وحدة قاسي المكبس اوكي معلق إذا هلا الطاولة شوي هلا اللي بدنا نعمله بدي ارجع اطرقهم شوي كبسهم فوتهم لجوا لحتى ما ترجع تفلت ايه ما يرجعوا يفتحوا فوالا وهلا هي زيتها هلا بتاكد انه مزبوط صحيه مزبوطه للمرتبين وبشوف وين بدي احطها اوكي وبدي عجبك ترجعي طلعتي لي يلا بعد ميله طلعت بعد اوكي هي رجعت بس اكثر لانه بدها تفيت تتلقط نرجع نكبسها بعد خليني ابرمها من هالميله احسن اوكي okay.
في حالها. ماني شدت هاي. هاي الفكرة. أوكي. هلا لحتى نرجع نلزقهم على الحيط. على الحيط. بدنا نجيب فرد السيليكون. هلا أنا بس مالي قبل ما لزقهم على الحيط لأنه يمكن ما يكون عندي الوقت الكافي لنخلصهم كلهم ونلزقهم كلهم. أوكي. بدي أفرجي بس إنه كيف فينا نعمل الكومبوزيشن رح أعملها على الطاولة. يعني اعتبري حطينا هيدي هون. فينا نحط حدا هيك. فينا نعمل الثاني هيك. أو ولا رابع. بين منا من فوق ولا لا؟ ما في كاميرا. مبين. انا معوده على استوديو القديم. او فينا نعملهم دي لوزانج يعني ابرمهم. أوكي. بس ساعتها بدي احط ساعتها البيت كمان بده يتعلق بالورد يعني انا بقرر اذا بدي اعلقهم كلوزانج. اوكي. لوزانجيت ساعتها هيك او بدي انا يعني اتس اوبشنال يا اوكي فهون حسب الواحد كمان الحيط اللي عنده شو قياسه مش هيك؟ 100%. هلا بدنا نحط السيليكون عليها. شو عنا وقت جايز؟ يلا بعد في دقيقة ما بعرف اذا بنلحق بعد نعلقها. هي بس بدي فرجي انه بدنا نحط لها الماسكينج تيب تنثبتها لتهدى لكن نشف التلزيق. أوكي. السيليكون نشف مزبوط والا بتوقع. سينا بعزبك تهدي لي اياها رح جيب الماسكينج تيب انا هالوقت. فينا كمان ممكن نعلق لها مثل شنجل من ورا او شيء. فينا في هلا فينا اذا عنا مقدح وحبينا نبرغيها نثبتها. فينا ببراغي يعني. هيك كمان يعني منطمن بالنا اكثر واكثر بس هو السيليكون كثير بيلزق يعني صعب ترجع تقبع بس بده وقت لينشف مزبوط. هاي هي. أوكي. بس هذا انه جرب زيحي ايدك لشوف اذا رح تقشر. اي لا خلص بس رح جرب اذا على السريع نلزق الثاني. خلص وقتنا اي ثينك. مشاهدينا رح ناخذ بريك باسكال نحن بنرجع بنلاقيكي الجمعة الجاية بفكرة جديدة بي دو ات يور سيلف. بعد البريك رح ترجعوا تلاقوا رانيا وانا بترجعوا تلاقوني بالكوكينج او هلا الكوكينج بينك